السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدر نقول أصغر مولد في العالم، نقدر نقول محول من 12 فولت إلى 220، نقدر نقول اختراع عالمي، نقدر نقول كل حاجة، لكن طالما ما عرفناش إيه المكونات اللي موجودة بداخل الجهاز نقدر نقول زي ما احنا عايزين، لكن احنا ما تعودناش على كده، ولا عودت كل اخوات المشاهدين المتابعين على كده أبدا. لازم نشوف ايه المكونات من الداخل، بس الاول نجرب الجهاز علشان ما نقولش كلام في الهواء، وكمان نقدر نفكه ونشوف ايه المكونات الداخلية. بعد ما نوصله على البطارية الـ 12 هيبدأ يديني 220، هنا هنوصل على اي حمل ونشغل عليه مفيش مشكلة، بس الاول نوصل الموجب ونوصل الطرف السالب ونبدأ نشغل الحمل اللي احنا محتاجين نشغله. لكن كل اخواتنا المشاهدين المتابعين عارفين ان انا ما شاء الله يعني ما بأفورش في الكلام، ولا بحاول اكذب على اي متابع ولا حد من مشاهديننا ابدا، لان خدنا عهد بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا لازم نوضح كل حاجة حتى لو حقيقة تايهة على كل اخواتنا المشاهدين المتابعين. انا دوري في القناة ان اوضح لك كل الحقيقة، وكمان ما سيبش حد من اخوات المشاهدين لاي حد يضلله ويقول له افكار وحاجات غير واقعية، وبالفعل يتضح ان الجهاز ده من الداخل فيه حاجات تانية غريبة خالص غير الواقع وغير الكلام اللي انا بقوله. لكن اللي انا بقوله لك بفضل الله بدون اي كذب، لازم نوضح الحقيقة لكل مشاهدين متابعين. هنجرب دلوقتي مع بعض المروحة المكتب على الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع فوق شوية اهو عشان نظهر المروحة. هات لي كابل المروحة كده. بسم الله، ادي مروحة مكتب يا جماعة، هنبدأ نجربها. ما شاء الله المروحة اشتغلت بقدرة وكفاءة ممتازة جدا، ما شاء الله شغالة زي ما انتم شايفين اهي، مفيش أدنى مشكلة، مفيش أي مشكلة نهائيا. شايفين الحجم عامل ازاي؟ حجم صغير جدا. نفصل بقى كده علشان نكمل مع بعض كلامنا. انا عايز اقول لحضرتك ان الجهاز ده بيحول من 12 لل 220 فقط، لكن ما بيشحنش البطارية، يعني مش موجود بداخله تنجر شحنة ولا اي حاجة، لكن هو بس وظيفته ان هو محول من 12 لل 220. كلنا متشوقين نعرف ايه الحقيقة وايه الجهاز اللي موجود بالداخل. انا في الفيديو ده بشكر كل اخواتنا المشاهدين المتابعين اللي بتشرف بيهم دايما، الناس المحترمة جدا، الناس اللي طلبت مني بعض المنتجات ان هي تشتريها، زي الانفرتر وزي اجهزة كتير وزي المحول ل 12012 وال 12 فولت وتنجر الشحن. انا بشكركم جميعا، الناس اللي عندها ثقة فيا بالفعل، الناس اللي حولت الفلوس قبل ما ابعت لهم الحاجة، انا بشكركم والله. حجم الثقة اللي ما بيني وما بينكم يشهد الله سبحانه وتعالى ان هي فعلا دافع تخليني دايما عمري في حياتي ما افكر اكذب عليك ولا اضلل حضرتك في اي معلومة بقدمها لك. انتوا شايفين ان العلبة اللي موجودة دي بتاعة باور بتاع كمبيوتر، او الباور المتعدد الفولتية اللي هو ال 24 وال 12 وال 19. انا قادر ان انا يعني وليعاذ بالله ان اضلل اي حد واقول ان انا حولت الباور بتاع الكمبيوتر حولته لاقوى باور في العالم، قادر اقول الكلام ده، ولكن حقيقة غير كده نهائيا. احنا هنا هنبدأ نفك الجهاز علشان نشوف الجهاز ده من الداخل عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فك الجنب التاني اهو. كل الموضوع علبة صغيرة، انا قادر احط لك كمان البطاريات في علبة داخلية صغيرة، واحط معاها بطاريات ليثيوم، ثلاث بطاريات ليثيوم، واقول لك ان المولد ده محمول تشيله في جيبك وتشحن وتعمل، وبالفعل تقدر تشحن وتعمل منه كل حاجة، تشغل الخلاط، يعني ممكن الخلاط المنزلي كمان يشتغل، سماعات الصب، الشاشة العرض تشتغل عليه، الريسيفر يشتغل عليه، حاجات كتيرة ممكن تشتغل عليه. احنا ممكن نجرب عليه دلوقتي حالا برضو الحاجات اللي بقول لك عليها، ولكن اختصارا للوقت احنا كده فكينا الجهاز من الداخل. طبعا الشريحة دي خاصة بالفرغة بتاعة العلبة، ولكن انا هنا عندي يا جماعة
الدائرة اللي موجودة قدامك دائرة صغيرة جدا، ولكن دي أنا رابطها كده بأفيز، ده الفيشة اللي هنركب فيها الحمل أو الأجهزة اللي عايزين نشغلها، وادي الدائرة الصغيرة اللي قدامنا أهي. هقول لحضرتك أنا جبتها منين علشان برضو يكون في وضوح وفي صراحة لكل المشاهدين المتابعين. ده طبعا الكابل بتاع الخارج أهو، موصلينه على فيشة زي كده، وموصلينها فين؟ وموصلينها هنا على الفيشة دي عشان نقدر نوصل ونشغل عليها. لكن الحقيقة إن هو فيه هنا سوكت بيتصل على الدائرة اللي موجودة قدامنا. لو حد بقى من إخواتنا طبعا يعني شاف الدائرة دي قبل كده هيعرفها أوتوماتيك لوحده بتاعت إيه، ولكن أنا هقول لحضرتك إن الدائرة دي بتاعت جهاز محول إنفرتر صغير بيتباع على الإنترنت وموجود بيركب في الولاعة بتاعت السيارة. نفس الشكل أهو، ده الفرغة بتاعته اللي هي هنا. نركز مع بعض أهو البيانات بتاعته تمام. لو أي حد عايز يشتري من على الإنترنت هيقدر يطلبه وهيظهر وهيجي لك زي ما بيظهر في الصورة قدام منك. هنا ده ال 12 فولت طبعا بيخرج معايا 220 150 واط. نركز مع بعض، 150 واط باينة في التصوير اهي. احنا هنا حطيناها بقى في العلبة دي. انا بقول ان ناس كتير ممكن تقول لحضرتك المولد ده بيشتغل اوتوماتيك، ممكن احط لك فيه بطاريات من الداخل، وبالفعل ينفع تعمله طبعا محمول. الكلام ده حقيقي، ان انا ممكن اعمله لك محمول باستخدام البطاريات الليثيوم الصغيرة، زي ما قلنا ان دي بتتباع للسيارات بتركب في الولاعة، تقدر تطلبها من على الانترنت وتعدل فيها زي ما احنا عدلنا كده، وتعمل فيها كل اللي نفسك فيه. تقدر تغير الفرغة وتعملها بالشكل ده ماشي، تعملها بأي شكل تاني برضو او في علبة تانية، لكن انا شايف ان الشكل ده جذاب جدا وممكن يبقى خفيف معاك في الاستعمال. انا في اخر الفيديو بعتذر لكل اخواتنا المشاهدين المتابعين على الاطالة، ويشهد الله اني غير متعمد الاطالة، ولكن حابب اشد انتباهك جيد انك تعرف ايه اللي موجود بداخل العلبة علشان ما تسيبش فكرك لاي حد يقول لك ان المولد ده وضعه ايه او بيعمل كذا، ولكن بدون كشف الحقيقة انا كده بضلل الناس. لكن انا قدرت اظهر لحضرتك كل حاجة زي ما تعودنا من اول فيديو لاخر فيديو في القناة، ان احنا بفضل الله نظهر اي حاجة بنعملها ونشرحها ونحاول نوصل معلومة بما يرضي الله. وانا بشكر الناس اللي بتشاهد للاخر، الناس اللي كتبت لي على الفيديو السابق ان بالفعل شافوا الفيديو للاخر، انا بشكركم جميعا وشفت تعليقاتكم ورديت عليكم جميعا. واي حد من اخواتنا يشرفنا يكتب في التعليقات. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.